السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل الخير أعزائي المشاهدين. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة حياة، يوم الأربع الموافق كام يا جماعة؟ فكريني يا ياسمين، النهاردة كام يا ياسمين؟ آخر السنة كده نقول 28، 28 بنخلص سنة سعيدة؟ لأ، 25 يا جماعة، 25/12/2019 بنودعها بكل الخير وبنقول أهلا بسنة سعيدة عليكم جميعا. النهاردة هنناقش قضية مهمة جدا في المجتمع المصري، بتجادلها 30 مليون تقريبا بني آدم مصري جوه مصر وخارج مصر، عايز يعرف القضية دي. إيه هي القضية الصعبة اللي 3 مليون محتارين فيها؟ القضية دي هي الإيجارات، الإيجار القديم والإيجار الجديد. وبمجرد ما عرفنا إن في قرارات جديدة وإن مجلس الشعب بيناقشها، حصل في اختلال في التفكير، بقينا منشقين لفريقين، فريق الملاك وفريق المؤجرين. يا ترى مين اللي هيكسب؟ يا ترى مين اللي هيخسر؟ يا ترى مين الظالم والمظلوم؟ هنعرف بعد الفاصل، استنوني. ورجعنا لكم تاني ومع ضيفي، وهو مش ضيف بصراحه، هو صاحب قناه وصاحب مكان، دكتور صبحي عاطف غيث. اهلا وسهلا دكتور صبحي، المحامي بالنقد والاداريه العليا، منورنا كالعاده. اهلا وسهلا. بنستفيد من معلوماته البسيطه المبسطه اللي بيقدمها لنا بطريقه فعلا جميله جدا، بتخلينا نفهم ايه اللي بيحصل في القانون. منورنا يا فندم ومشرفنا كالعاده. احب اهنيك الاول بقدوم سنه سعيده. كل سنه وحضرتك طيبه والقناه طيبه والمشاهدين طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. تقول ايه 2019 الاول؟ يعني مع السلامه. مع السلامه. وهتقول ايه 2015 والنهارده 25/12؟ كل سنه والدنيا كلها طيبه والناس كلهم طيبين. وان شاء الله تكون سنه سعيده، وان شاء الله اللي فقد عزيز عليه او فقد حد بيحبه في 2019 ان شاء الله يعوضه ويدعي له في 2020 باذن الله، تكون سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. دعوه جميله للكل، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا يا جماعه مش هنجادل كتير في ان فعلا حصل جدال على ان قانون الايجار الجديد وقانون الايجار القديم وايه اللي حصل، وبلبله كبيره في نسبه 3 مليون مصري داخل وخارج مصر. هبتديك يا دكتور بس سؤال كده ورجاء تستحملنا. اتفضلي. اول سؤال بيقول لي ايه الفرق بين قانون الايجار القديم وقانون الايجار الحديث او الجديد؟ هو الحقيقه على عكس ما الناس كلها فاهمه، هو القانون الجديد اللي هو يعني ان احنا نعيد العلاقه التعاقديه بين الملك والمستاجر للقانون المدني، ده اللي كان موجود الاول. تمام. جت بعد كده ظروف البلد ايام الفتره بتاعه الثوره وما بعد الثوره والفتره التاريخيه اللي هي الستينات والسبعينات. يعني بداية الاشتراكية الستينات والسبعينات، هي اتصدر بموجب الفترات دي من الزمن قوانين استثنائية، قانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81. القوانين دي كان الغرض منها تبسيط الحمول اللي على المستأجر، لأن كان في الوقت ده وما زال يعني نسبة المستأجرين في مصر عالية جدا، يعني احنا نتخيل نسبة المستأجرين في مصر تقريبا 70%. فعشان كده يمكن الدولة في الفترة دي مترددة شوية في فكرة إصدار القانون من عدمه وتحسينه بحيث أنه يتوافق مع القاعدة العامة. فبعد لما صدرت القوانين الاستثنائية دي دلوقتي لقوا طبعا أن الموضوع ما ينفعش يمشي كده لفترات طويلة، لأن في ده في كساد في السوق العقاري، وفي ناس بدأت الأهالي الناس العادية بدأت تتراجع شوية عن فكرة أنها تبني ولجأت للإيجار، فزادت نسبة المستأجرين قوي، وبدأ الملاك يشتكوا من أن العائد الاستثماري بتاع العقارات ما بقاش بقى ضعيف جدا بالمقارنة بالتكلفة الفعلية دلوقتي. فبدأت الحكومة تفكر تاني في أنها تعيد العلاقة بين الملك والمستأجر. أعادت العلاقة بين الملك والمستأجر للقانون المدني من سنة 96، لما صدر القانون 96 رجع العلاقة بين الملك والمستأجر القانون المدني اللي هو الأساس في العقد الشرعية المتعاقدين. هتتفق معايا على مدة معينة، هتتفق معايا على إيجار معين، هتتفق معايا على نشاط معين إذا كان سكني أو غيره، حضرتك ملتزم معايا بالشروط دي، على عكس القوانين الاستثنائية. القوانين الاستثنائية كانت مكحفة جدا للمالك. القانون القديم أو الاستثنائي اللي حضرتك سميته استثنائي، هل يا ترى كان فعلا في ظلم للملكية أو للملك؟ طبعا كان في ظلم كبير جدا للمالك، لكن هو كان بيتوافق مع التوقيت ده، مع الوقت بتاعه. الوقت بتاعه كانت الحاله الاقتصاديه كانت سيئه جدا، الوضع الاقتصادي في مصر كان ضعيف، وكانت الناس دخولهم محدوده جدا، فكان بيدي الفرصه للمستاجر ان هو ياخد شقه صغيره بايجار صغير يتوافق مع دخله وقتها. لكن طبعا مع الزمن ومع الوقت فقد المالك استثماره في العقار، بقى الاول كان بيلم 50 جنيه مثلا، دلوقتي ال 50 جنيه
ما بيجيبش عدد سجاير. تمام. هقول لحضرتك كده كلمه بقراها في العقود اسمها بالمشاهره. تمام. بالمشاهره دي هو حددها بمده ولا سايبها مدى الحياه ولا ايه معناها؟ في القانون الجديد، في القانون القديم كانت الى ما لا نهايه، يعني كانت بتعتبر بتجدد شهريا ولكن الى ما لا نهايه. لكن في القانون الجديد القانون قال لا، ما ينفعش في حاجه تبقى مؤبده، لان القانون المدني بيمنع التأبيد، الشريعه الاسلاميه بتمنع التأبيد. يعني الشريعه الاسلاميه في الايجارات بتمنع التأبيد. ما ينفعش يبقى العقد مؤبد، يبقى الى ما لا نهايه. في القانون الجديد لما رجعنا العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر للقانون المدني، القانون المدني في نصوص محدده للكلام ده. نص الماده المتعلق بالمده قال اذا لم تثبت مده في عقد الايجار او تعذر اثبات المده فتكون مده عقد الايجار هي المده المحدده لدفع الاجر. وبالتالي اذا انا جيت وعملت عقد ايجار في ظل القانون 96 وقلت فيه ان مفيش مده، وبالتالي بيبقى العقد ده مدته شهر. تمام. لو انا كتبت في العقد مشاهره يجدد شهريا وبالتالي تبقى مدته شهر، لانك كده ما حطيتش مده. ده الكلام مفتوح. ده في القانون الجديد، لما تحط مشاهره في القانون الجديد اللي هو خاضع للقانون المدني يبقى انت كده بتجدد العقد لمده شهرين. طب وانا هعرف ازاي بالقانون الجديد ولا القديم؟ العقود المحرره بعد 1996 دي قانون جديد. اي عقد؟ اي عقد. سواء قديم جديد، هو سواء قديم او جديد، كتبنا او ما كتبناش، كتبنا او ما كتبناش، ده بقى اللي بيحدد مده العقد. تمام. وفي حاجات تانية بتتعرض على المحكمه بتحدد مده العقد برضه. يعني انا لو كتبت لو سبت مده العقد فاضيه وثابت في العقد ان انا دافع 20 او 30 او 50 الف جنيه مقدم للعقد. تمام. وبالتالي المحكمه هنا بتتدخل وتقول طب نحسب المده دي المبلغ ده وليكن مثلا 50 الف جنيه والايجار مثلا 1000 جنيه في الشهر، تخصم. يبقى احنا بيتخصم 500 جنيه، يبقى ال 50 الف تكفي ال 500 جنيه دي كام سنه؟ قد ايه؟ يبقى هي دي مده الايجار. المحكمه هنا تستخلص نيه المتعاقدين. سامحني في كثره الاسئله. اتفضلي. طيب امتى يكون من حق المالك فسخ العقد؟ برضه هنا احنا هنتكلم في التعديلات، يعني عشان نخلي القديم قديم، يعني لان القديم في احنا بنتكلم في القديم دلوقتي. في اسباب في القانون القديم لانهاء العقد، اسباب محدده. تمام. انه ما يدفعش الاجره، انه يستعمل المكان في غير المتوافق مع النظام العام، انه هو يستعمل مثلا البيت في حاجه منافيه للاداب، انه يبقى مثلا واخد شقه في ثاني دور او في ثالث دور ويعملها مصنع، الحاجات اللي بتضر بسلامه العقار، او ان العقار نفسه ينهار فالعقد ينتهي. يعني ايه يضر بسلامه العقار؟ شوف حضرتك، هي المساله دي طبعا في القانون القديم الموضوع مطاط جدا واذى ناس كتير قوي، وكان واجب ان هو يتعدل، لكن مع مرور الزمن ما تعدلش. النهارده انا باخد شقه سكن، تمام، باجي اروح عامل فيها مشغل ملابس مثلا، تمام، بيجي صاحب البيت يقول لي لا انت ما انت مش من حقك تغير العقد، انت كذا انت كذا. لا، القوانين الاستثنائيه اللي هي القوانين القديمه كانت بتدي للمستاجر الحق بانه يغير النشاط بتاع المكان العين اللي هو ماجره، بشرط انه لا يضر بسلامه العقار، وعليا انا كمالك ان انا اعمل قضيه او اعمل محضر اثبات حاله اثبت فيه الضرر، وينزل خبير يقول النشاط ده بيضر بسلامه العقار ولا لا، واخد حكم بثبوت الضرر وبعدين ارفع قضيه للاخلاء. فده كان بيبقى فيه شبه استحاله، لان انا لو عامل نشاط مثلا استوديو تصوير مفيش اي ضرر بسلامه العقار، عامل نشاط مشغل في مكان. انشطه كتير مش هتضر، في انشطه كتير جدا، وعلى النقيض في انشطه كتير العكس برضه. بالظبط. فهنا عليا انا كمالك ان انا اثبت ان العقار الاول، ان تغيير النشاط ده اضر بسلامه العقار، وبعدين اخد حكم نهائي بالضرر، وبعدين ابتدي ارفع دعوى الاخلاء بتاعتي. طيب امتداد العقد بعد وفاه المستاجر لحد فين؟ الاول كان بيمتد العقد لاقارب المستاجر من الدرجه الاولى اللي هم اولاده، اللي هم اولاده ومراته. تمام. جات المحكمة الدستورية العليا سنة 2001 وقالت لا، ان العقد كمان ما يمتدش للحفيد. اعتقد 15/12/2002. 2002 اسف. كان هنا تعرضت المحكمة الدستورية العليا للجزئية دي. تمام. قالت لا، احنا العقد الايجار ما يمتدش للحفيد الا اذا كان مولود في المكان وعايش فيه طول العمر، اللي هو اطلق عليه المساكنة، انه يكون عايش مع المستأجر الاصلي في المكان ده من يوم ما اتولد لغايه ما المستاجر الاصلي توفى، وهنا بيمتد للحفيد عقد الايجار. ودي الحالات اللي نشات، ده اللي هتنشا قبل، ده قبل التاريخ 15/12/2002. بالظبط. فهنا بيمتد الايجار للحفيد في الحالات دي، غير كده لا ما بيمتدش، يبقى هنا بيقف لغايه الابناء والزوجه والابناء بس. طيب ازاي احدد حاله اثبات اقامه؟ يعني انا موجوده اهو، والدي متوفي ووالدتي موجوده في البيت وانا عايشه معاهم. تمام. وصاحب العقار بيقول لي لا انت مالكيش الحق، اثبت ازاي اثبات حاله ان انا موجوده وعايشه؟ تمام. هو الاثبات بيجي من حاجات كتير جدا، زي مثلا البطاقه القوميه،
بطاقة الرقم القومي بتبقى لسه موجودة على العنوان القديم. عندك مراسلات، عندك شهود، عندك مستندات إذا كان في أولاد المدارس بتاعتهم والحاجات بتاعتهم كلها على المكان. يعني بيبقى عندك متاح ليكي كافة طرق الإثبات، ومن ضمنها برضه شهادة الشهود اللي الجيران، لأن القضية دي لما بتروح خبير وبيجي الخبير بيسأل الجيران المجاورين وبيقول لهم هل دي فلانة عايشة في المكان ده؟ هل فلان عايش في المكان ده؟ فبيقولوا اه احنا جينا لقيناه موجود، لا ده هو مولود هنا، لا ده كان عايش هنا، بتثبت الحالة بكافة طرق الإثبات. حضرتك جاوبت السؤال اللي كنت هسأله على الأحفاد بس بطريقة يعني أسرع. حتة الحفيد اللي موجود طول العمر، طب لو الحفيد ما كانش موجود فجأة الجد توفى والأب توفى والحفيد هو اللي موجود، هل يبقى هو أولى من بابا اللي توفى هو كمان؟ ما هو إذا كان موجود، إذا كان موجود في العين، لكن لو هو مش موجود في العين يبقى هو عنده محل إقامة بره. ما عندوش. لو ما عندوش يبقى مقيم في العين. ما هو هنا السلسلة بتمشي إزاي؟ حتى لو قبل 2002 يا فندم، يعني قبل قانون 15/12/2002 كان يحق للحفيد، تمام، بعد القانون ده لا يحق للحفيد. ما هو هنا في حتة معينة، الأب اللي هو الجد هو اللي كان مستأجر، تمام، لما الجد بيتوفى والعقد بيمتد لابنه، هنا ابنه بيمتد له العقد كمستأجر اصلا، فبتبدأ السلسله من اول وجديد. ودي برضو كانت من ضمن الثغرات، لكن في الجديد لا، الجديد لا، ده كانت من ضمن الثغرات اللي برضو بتخش في المساله دي، ان المستأجر الاصلي يتوفى فيبقى اللي جاي بعديه اصبح مستأجر اصلي فتبتدي السلسله من اول وجديد. في سؤال جاي لك من على الفيسما على صفحه البرنامج 50 دقيقه حياه، هل يجوز ترك الاب لابنه العين للجواز؟ يعني الاب موجود عايش وابنه عايز يتجوز فهيسيب له العين يتجوز فيها ويخرج هو يسكن في اي مكان؟ لا يخرج، لا هنا يخرج، لا، اذا الاب خرج يبقى هنا في ترك للعين، ده من حق المالك انه يرجع عليه بدعوه يطلب فيها اخلاءه لتركه العين، مش من حقه. لا مش من حقه، لكن لو من حقه ممكن يجوزه معاه، وده برضه من ضمن الثغرات انه من حقه انه يجوزه معاه. يعني حتى لو هنضحك على القانون بقى ويقعد معاه يوم ويوم والكلام اللي بيحصل، ما هنا بنخش بقى في حته الاستضافه، هنا بنخش في حته انه كده المستاجر مستضيف ابنه عنده، تمام. لما ليها مسمى قانوني، طبعا ليها مسمى قانوني. لما الاب بيتوفى بيكون الابن ده قاعد معاه فتره طويله، تمام، بيمتد له عقد الايجار. ما هو مش متوفي هو، بس هنا عشان كده القوانين الاستثنائيه دي حولت عقد الايجار لعقد بيع. يعني حول خلاص، انا باجر شقه بعتبر نفسي خلاص انا فقدت الشقه دي للابد، لكن كل ده بيتعدل بقى في القوانين الجديده، الاقتراحات المطلوبه كل ده بيتعدل فيها. هل يحق للمالك من دون قضيه فسخ العقد؟ لا، حتى وان كان العقد بيشترط، حتى لو كان العقد بيشترط فسخ العقد فانه لازم الفسخ يكون بحكم قضائي. يعني ما ينفعش فعلا يقول لك كده عقد عرفي، لا، ده عقد ابتدائي، لا، انا فسخت العقد ويطردوا؟ لا، ما هو لو كل واحد مع عقده فسخه خلاص مش هيبقى في محكمه، هنبقى غابه بقى، كل واحد يضرب الثاني ويرميه في الشارع. لازم حتى وان كان العقد منصوص فيه على فسخ العقد تلقائيا لازم ياخد مجراء القانوني عشان يبقى عنده حكم ينفذه ويخلي المستاجر يخرجه ياخد الشقه بشكل قانوني. عندي سؤال هو طويل شويه، في القديم والجديد، اعذرني فيه. اتفضل. دلوقتي الاب توفى وابنه اتجوز معاه وتوفى، فضلت الزوجه، هل من حق الزوجه تكمل في الشقه دي ولا ما هو لا؟ اذا هنرجع تاني لنفس الحوار، لو هي عند 2002 لا لا لا، لو هو هنا، هي مش حفيده، هي كانت موجوده، هي كانت موجوده، ولما العقد الايجار لما المستاجر الاصلي توفى امتد عقد الايجار لابنه، ولما ابنه توفى بيمتد عقد الايجار لزوجته لانها كانت مقيمه معاه بدون عقد جديد، بدون ايجار جديد، بدون اي حاجه. تمام. لو المستاجر يمتلك شقه اخرى في اي محافظه ثانيه او في نفس المحافظه، هل من حق المالك انه يفسخ العقد؟ تمام. الجزئيه دي بالذات صدر فيها حكم من احكام المحكمه الدستوريه العليا، قالت فيه انه لا يجوز للمالك انه يطرد المستاجر اذا كان بيمتلك شقه ثانيه في اي محافظه، لان ده كان من ضمن نصوص القانون، ان اذا المالك اذا المستاجر امتلك شقه ثانيه في اي محافظه من محافظات الجمهوريه من حق المالك انه يخليه. جت المحكمه الدستوريه العليا قالت لا، ده في شقق ناس بتحتفظ بيها على سبيل المصايف، على سبيل الاستثمار، فما ينفعش ان انا المستاجر لما ياخد شقه ثانيه انا عاقبه باني افسخ له عقده الاصلي اللي هو بالشقه اللي مقيم فيها. فاتلغت جزئيه الماده دي، اصبح الماده اللي هي بتوجب الاخلاء اذا كان المستاجر يمتلك عقار اكثر من 3 وحدات. يعني اذا كان المستاجر عندي في الشقه اللي انا ماجرها له عنده بيت ثاني اكثر من 3 شقق من حق ان انا اخليه. حتى لكن لو البيت ده مصنع شركه؟ لا، مش محل اقامه. لا، احنا بنتكلم كسكن، للسكن يعني السكن. يجوز انه يسكن فيه، يبقى خلاص يبقى انا من حق ان انا اخليه. سمعت احد المحامين بيقول وممكن يبادل، يعني يدي للمالك شقه دي في العقار. دي برضو اتلغت، بس بتتم حاليا بشكل ودي،
يعني بتتم حاليا ولكن بشكل ودي، لكن فكرة البدل اتلغت، فكرة تنازل المحامي عن مكتبه بدون رضا المالك اتلغت. في الفترة اللي فاتت خاصة من أيام المستشار عوض المر كانت المحكمة الدستورية تدخل في أدق التفاصيل، المواد اللي بتتعب الناس، المواد اللي عاملة مشاكل كانت بتخش فيها وتبحثها وتشوف مدى دستوريتها أو عدم دستوريتها. أنا بعتقد أنه كان حاطط الحل ده، لأن طبعا الشقة القديمة اللي أنا مأجراها سايب 20 جنيه، لكن اللي انا بنيتها جديده وهبدلها له ممكن انا اجرها ب 3000 جنيه بالظبط، فازاي ابدلك؟ فبالتالي بالزبط. بخرج بطريقه مهذبه، بتخرج مظبوط، بس دي مش موجوده في القانون. لا مش موجوده دلوقتي. اللي بيتوجد او بتعمل كده بيبقى بشكل ودي. طيب لو انا بقى ورثت عقار اكتر من 3 وحدات من حقه يطردني؟ ما هو انت ما بتورثوش لوحدك، لو ورثتي لوحدك اصبحتي مالكه ليه، يبقى من حقه. ده ورث انا ما بنيتهوش. اوكي لكن انت بقيتي مالكه ليه، خلاص هنا الملكيه. هو ما قالش، ما حددش نوع الملكيه، هو قال يمتلك عقار اكتر من 3 وحدات، ما قالش يتملكه ازاي. تمام. في صرصره غير عاديه على الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي بتقول ان في قانون جديد وان بيقول انه هيدفع 16 ضعف الايجار، هل ده صحيح؟ هل ده دراسه؟ حضرتك بقى وضح لنا. دي امنيات. احنا الفيس عموما بيتحول مع الوقت، لما بيبقى في قضيه عامه بيتحول لامنيات. المستأجر عايز يدفع إيجار قليل فيطلع على الفيس إن مجلس الشعب رفض قانون الإيجارات. المالك يقول ده مجلس الشعب وأخيرا وافق على مجلس على قانون الإيجارات، وتلاقي 18 ضعف و16 ضعف و20 ضعف. أنا بقول للناس كلها، قانون تعديل قانون الإيجارات متقسم لثلاث مراحل، مرحلة واحدة منه اللي صدرت وهي مرحلة الأشخاص الاعتبارية. الأشخاص الاعتبارية دي يعني المكاتب التابعة للوزارات والهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والخاص. أنت حضرتك مأجر شقة في عمارتك للشهر العقاري، مأجر شقة لهيئة التنمية الصناعية، مأجر شقة لمكتب توثيق لأي حاجة، حضرتك العقد ده انتهى بقوة القانون، ومن حق حضرتك أنك ترفع دعوة تخلي الهيئة أو الجهاز ده من عندك. أخلي هيئة حكومية من مكان؟ لو مأجر، ما هي معظم الهيئات الحكومية بتبقى مأجرة شقة. يعني انا في العماره مكتب تامينات تمام. مؤجر تمام. القانون لغى العقود بتاعه الهيئات العامه دي من القانون. الماده دي خدت عدم دستوريه في القانون، والمحكمه الدستوريه ادت لمجلس الشعب مهله لغايه نهايه الدور الانعقاد اللي فات انه يعدل نص الماده دي. هو تقريبا مديله فرصه لحد شهر 6 2020، لا نهايه دور الانعقاد اللي فات. تمام. وبالتالي لما دور الانعقاد بتاع مجلس الشعب انتهى دون تعديل هذه الماده، اصبحت الماده دي والعدم سواء. يعني ممكن حد يستخدمها وممكن لا. ده بدا فعلا. يعني انا شخصيا جات لي حاجات زي دي من المكتب. تمام. يعني واحد كان مأجر شقته لمكتب توثيق مثلا، النهارده خلاص المكتب العقد انتهى بقوه القانون، بترفع دعوه بتطلب فيها اخلاء هذا المكان، يا اما تيجي الهيئه دي او الوزاره دي تتفاوض معاك في ان انت هتعدل الايجار بالشكل اللي ترضوه انتوا الاثنين، او ان بتخلي المكان، بس ده طبعا بيبقى بقضيه بتترفعيها. تمام. المرحله الثانيه اللي هي بتاعه القانون الايجار لغير الاماكن السكنيه، احنا عندنا في مصر ما يقرب من 2.5 ل 3 مليون مؤجر لاماكن غير سكنيه. دي في المرحلة الجاية من تطبيق القانون هيبتدي يتحط، يتلغي كل العقود دي، وتبتدي القانون ينظمها. العقود هتبقى مدتها قد ايه؟ الايجارات هتبقى ازاي؟ هتمشي ازاي؟ هيبقى في زيادة ولا لا؟ كل ما يعقد بقى دلوقتي هو في حكم القانون الجديد بنتفق عليه زي ما احنا عايزين. المرحلة الثالثة دي بقى اللي لسه مجرد أضغاث أحلام، يعني مفيش حاجة فيها ولا قيد اللي عمل بيها حد، ولا حاجة فيها اتفتحت. كل اللي بيتقال على الفيس وبيتقال على السوشيال ميديا عموما بشكل عام وفي بعض البرامج كلها مجرد اقتراحات واجتهادات من أصحاب الرأي. أعضاء مجلس الشعب اتجمعوا وقالوا نعمل مقترحات. المقترحات دي عشان تطلع للنور، وأنا برضو بطمن السادة المشاهدين في الجزئية دي، ان القوانين عشان تطلع للنور وتبقى قوانين لازم، عشان انت تبقى قاعد مرتاح كده لازم تاخد القانون بتاعك من الجريده الرسميه. تمام. لما بيطلع من مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه بيوقعه خلاص بينشر في الجريده الرسميه وبينص فيه على تاريخ العمل بيه، تبتدي حضرتك تقول اه ده في قانون طلع. لكن كل اللي بيطلع ده وكل اللي بيتقال على الفيس وعلى غير الفيس، كل دي مجرد مقترحات واجتهادات لم يصدر بها اي قانون. اي مقترحات بتخش بتتعرض على لجنه مختصه بتشوف المقترحات دي قابله للتطبيق ولا لا، وبعد كده اذا كانت خاصه مثلا بالايجارات بتتعرض على لجنه الاسكان في جوه مجلس الشعب، لما لجنه الاسكان تنقيها
وتطلع منها المواد اللي تنفع صياغتها تتعرض على اللجنه على الجلسه العامه، بتبتدي تطرح على الجلسه العامه امام البرلمان، وبيعدلها وبيهذبها وبيقرها في الاخر، بتطلع من مجلس الشعب، بتتمضي من رئيس الجمهوريه، وبعد كده بتنشر في الجريده الرسميه اللي هي جريده الوقائع المصريه. تطلع القانون هنا بقى حضرتك تبتدي تقول فيه قانون. طمنت الناس لان ما فيش قانون لحد دلوقتي خالص، ولا 16 ضعف ولا 20 ضعف ولا 5 ضعف. طيب كلها روح القانون اقتراحات. روح القانون مع دكتور صبح، بتقول المستاجر ولا المالك؟ الاثنين. ما هو انا النهارده ما انا ما اقدرش اجي على المالك وما اقدرش اجي على المستاجر، لان لو خدنا الموضوع بشكل موضوعي، هنا في حاجه وهنا في حاجه. انا كمالك مظلوم. انا مظلوم، بس انا في حاجه برضو بعض الملاك، انا لما بنيت الشقه دي كانت الشقه دي تكلفتها مثلا 1000 جنيه، فكنت ماجرها ب 10 جنيه، ماجرها ب 5 جنيه، ده اللي كان ساعتها هو المستوى الاقتصادي في البلد. تمام. انت ما كنتش بتدعم الايجار ده، ما كانش الايجار ده ب 100 جنيه وانت كنت بتاجر ب 10 جنيه فانت بتدعمه، لا انت كنت بتاجر بالوضع الحالي. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت كمستاجر، ما هو انت يا مستاجر، ما هو انت خدت الشقه دي ب 10 جنيه، الدنيا غليت. تمام. النهارده ما بقتش ال 10 جنيه ليها قيمه، انت النهارده اي حاجه حواليه غليت، اشمعنى الايجار؟ ما عشان كده الموازنه صعبه بين الاثنين. الموازنه صعبه. صعب. عشان كده وزي ما قلت لحضرتك 3 مليون، 3 مليون مصري مستأجر. احنا عندنا 70% من عدد سكان مصر مستأجرين. يعني احنا لو عندنا 100 مليون في عندنا 70 مليون مستأجرين. فعشان النهارده اجي زي المقترحات اللي بتتقال واقول العقد الايجار هينتهي بعد 5 سنين او بعد 10 سنين، طب انا والناس دي؟ الناس دي هتروح فين؟ الناس دي ده الشوارع مش هتكفيها. تمام. فلا، المساله لازم تتاخد بشكل عقلاني شويه. عشان كده خدت وقت كبير جدا في الدراسه، عشان اعضاء مجلس الشعب او المشرع عموما لازم لما بيجي يشرع قانون بيشوف المصلحه العامه للناس اللي هيطبق عليهم القانون دول، وبيسالوا اهل الراي ويعملوا حوار مجتمعي ويشوفوا الدنيا هتمشي ازاي، هل الاضعاف، هل الغي العقد وابتدي من جديد، هل ازود الايجارات، كل الكلام ده. لانه حتى لو فرضنا ان احنا هنربط زياده الايجار بتاريخ انشاء المبنى، دي لوحدها مشكله برضه، مش هينفع، لان احنا عندنا عمارات في مصر من سنه 30 ومن سنه 40 والناس لسه ماجراها من سنتين ثلاثه. تمام. فاحنا بنتكلم في جزئيات لا، محتاجه دراسات كتير عشان تطلع للنور. بشكر حضرتك وكلنا باسم القناه وباسم مصر كلها بنشكرك انك طمنتنا كلنا وطمنت كل اعزائي المشاهدين. فاصل ونرجع لكم تاني على طول، اوعوا تروحوا في اي حته.